سعيد بالحصول على نقطة أمام منتخب مرعب وصعب للغاية، هكذا كان تصريح جديد ناري من نجم الكروات لوكا مودريتش عن المنتخب المغربي، وذلك بعد انتهاء مباراة أسود الأطلس أمام الكروات والتعادل السلبي حسم النتيجة، رغم إن المغاربة كانوا يستحقون الفوز بالمباراة. لوكا مودريتش أشاد بالمنتخب المغربي خاصة بالرباعي حكيم زياش وأشرف حكيمي وياسين بونو ونصير مزراوي، حيث أكد لوكا مودريتش بأن المنتخب المغربي منتخب عظيم وقوي للغاية. مودريتش أيضا أكد واعترف أمام الجميع بما لا يدع مجال للحديث أن المنتخب المغربي كان هو الطرف الأفضل، كان يستحق الفوز بالمباراة، ولذلك مودريتش أعلنها سعيد بالحصول على نقطة أمام المنتخب المغربي. كلنا شفنا الظلم البين اللي تعرض له أشرف حكيمي امبارح بعد عدم حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وتم منحها لوكا مودريتش. زي ما قلت سابقا رسالتي، ليه مودريتش افضل لاعب في مباراة المغرب وكرواتيا؟ مودريتش كان سيء للغاية، امرابط حطه في جيبه طوال المباراة، ولكن يا سادة يا كرام عنصرية الغرب تستمر ضد العرب في كل شيء. في نهاية حديثه مودريتش اكد انه سيعمل على اسعاد جمهوره بالفوز على منتخب بلجيكا وكندا والصعود الى دور الـ16 من المحفل العالمي الكبير المونديال.